لا عبد الاله قال لكم عندنا اجماع، ولكن حنا شوف حنا تنحترموا القوانين المؤسسات ديالنا، كنحترموا الدستور وكنحترموا القوانين ديال الحزب. اذا القانون ديال الحزب كيرغم عنا والسلام. علاش انا حالات واش عندي انا هذيك الضلعه فاش تيشوفوا؟ ما عنديش. التجاوب ايجابي جدا مع بلاغ الديوان الملكي. اذا كنناقشوا واش نستدعيو المجلس الوطني انت، هذه امور داخل تدبير داخلي. هذا قانون، القانون كيفرض عنا نجمعوا المجلس الوطني صافي. اذا خاصنا نحترموا بغيتو نحترموا الدستور ما نحترموا القوانين ديالنا حنا. عطينا ابرز الاسماء اللي ممكن انها. الله يهديك الله يهديك. وشكون انت الا عارفهم انا قولها لي. لا قولها لي. جلالة سالتيني خليني نجاوب. جلالة الملك هو الوحيد المؤهل باش يختار، حنا ما كنفرضوش على جلالة الملك شي واحد.